مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساءكم كل حاجة بالدنيا دي كلها. القناة بتاعتي أديك بس تعريف بسيط ليها علشان الناس الجديدة اللي هتخش معانا في القناة بتاعت أختكم أم عبد الله. أنا معاكم أم عبد الله، عايشة بالكويت مصرية. قناتي بتقدم وصفات كتير جدا، وصفات من حلويات، من أكلات سريعة، سندوتشات، سلطات، أكلات صحية، أكلات عموما عربية أو غربية. أتمنى تعجبكم. خشوا قناتي هتلاقوا فيها كل حد محتاج اكله هيلاقيها ان شاء الله، بس بطريقه مختلفه. ما بحبش اعمل الاكله بطريقتها التقليديه، قليل جدا ما طلع لكم عندي في القناه اكله بطريقتها التقليديه. ممكن تكون الاكله دي معروفه بس بعملها بطريقتي انا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. لو تفريزات، لو ريفيوهات عن اي منتج انا بحبه بنزله. اتمنى تكونوا ان شاء الله من العيله بتاعتنا وتنضموا معايا، وباذن الله تعليقاتكم هتسعدني، وتاخدوا شير كده للقناه بتاعتي، للصفحة بتاعتي، اللينك بتاع خدوه وانشروه مع كل اصحابكم واصدقائكم. وبصوا فجروا الدنيا دي كلها باللينك بتاعي، خلوا الدنيا كلها توصلها اللينك وتبقى معايا على طول ومتابعاني باذن الرحمن. عاوزه منكم دعوه لامي اللي ما يعرفش، انا والدتي متوفيه بقى لها 7 شهور، واتمنى منكم دعوه من قلب من قلب ليها. ويلا مع بعض هحط لكم في الفيديو ده بعض الوصفات اللي انا بحب اعملها واشاركها معاكم علشان تعرفوا القناه هيكون بعض محتواها ايه، بلس الفلوجات عن اي حته، اي مكان بروحه بحب اعمل عنه فلوج وانزله علشان اللي بره الكويت يبقى عارف عن الاماكن اللي عندنا هنا، واللي في الكويت يبقى عارف برضو احنا عندنا ايه، او في مكان في حاجه كويسه يروحوه وهكذا. يلا عايزه منكم لايك وتعليقكم، وادخلوا على كلمه سبسكرايب اللي تحت الفيديو هتلاقوها بالزرار الاحمر مكتوب عليها اشتراك او سبسكرايب، اضغطوا عليها وفعلوا الجرس واختاروا كلمه الكل اللي جنبها علشان كل جديد يوصل لكم اشعار. ويلا بينا على الفيديو، هنشوف ام عبد الله او كوكي اند ابو تشانل عندها ايه في التشانل بتاعتها.